اللغة العربية التصاليات، الجزء الثاني. محادثة بين صديقين قديمين في مكان الصيد. السلام عليكم يا أمك، لم نلتقى منذ فترة طويلة، ماذا يفعل هنا؟ وعليكم السلام حكيم. صحيح، لم نرى بعدنا منذ ما يقرب من 13. أنا أستعد هنا. ماذا متى وأنت تستعد هنا؟ أنا بفعل أستعد من الساعة 7. أوه، الكثير من المسيح الخاص بك اليوم. الحمد لله، القوات لهارني يكفي لتناول الطعام مع الغائلة. هل يمكنني الانتمام للصيد هنا معك يا أمر؟ نعم بطبع، يمكن الحق في انتظر ضربة الطعام السمك. أنت لم تعود إلى مسقط رأسك في نهاية هذا الأسبوع. لا، يجب أن أقضي وقت أطاتي مع إكمال المتحر في المكتب. أنا كورياتي. كارتي في لانكاوي قدا، وأنت؟ كورياتي في إيبو بيراك. ما هو حيثك؟ غالبا أنا أصطاد أسماك. أين أنت تصطاد الأسماك؟ أنا أصطاد في البحر. هل يوجد أماكن متاع هناك؟ نعم، يوجد مثل المتاحف الدالة ومحطة القطار وأماكن أخرى. واو، هذا متاع جدا. حسنا، لقد هان الآن وقت صلاة الظهر. صحيح، هيا بنا نصلي في المسجد.